اهلا بحضراتكم من جديد. تركز مع بعض، لان الكلام اللي جاي ده مهم جدا، وانا دايما ما بحبش اسيب الناس دايما كده تبقى عرضه لاي حد يقول اي شائعات او اخبار كاذبه او معلومات غير صحيحه. وسبحان الله، يمكن الكلام اللي باجي اقوله بيبقى فيه تفاصيل كده بتظهر من خلال بعض الزملاء الصحفيين او بعض المواقع، بيدونا كده مساحه اللي احنا ايه نعمل تمهيد للكلام اللي جاي. وده ظهر في ملفات كتير، لان احنا دايما وانتوا دايما متعودين مننا ما بنقولش الا المعلومات الصحيحه، والايام بتثبت ده في اي قضيه بنتكلم فيها سواء محليه او قاريه او دوليه. طيب انا النهارده عندي قضيتين. القضيه الاولى اللي شغلت الراي العام وهي قضيه التحكيم. نبدا مع بعض، وانا كنت النهارده جاي عايز اتكلم بتفاصيل الجلسه اللي تمت ما بين مارك كلاتنبرج مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم واعضاء مجلس الاداره بالامس في مشروع الهدف. ولكن النهارده الزملاء في القاهره 24 كالعاده بصراحه بامانه الفتره الاخيره عاملين انفرادات عظيمه في اكثر من ملف، وتحديدا ملف التحكيم خاص ملعب القاهره 24 كواليس جلسه جمال علام رئيس الاتحاد مع كلاتنبرج. جمال علام قال لمارك كلاتنبرج احنا معاك وبندعمك. رد كلاتنبرج وقال اشكرك، اللي وصلني ان كل الانديه مش بتهاجمني ما عدا نادي واحد هو الزمالك. طبعا قدامكم هذا الخبر وهذه الكواليس واللي انفردت بيها ملعب القاهره 24 والزملاء الصحفيين في القاهره 24، وبنحييهم بالتاكيد على هذا الانفراد، وانفراد ياكد الانفرادات السابقه، لان كانوا برضو جابوا المحادثه اللي تمت ما بين محمود ناجي ومحمد الصباحي في مباراه الزمالك والداخليه. طيب الكلام ده مهم جدا، ليه بقى؟ نرجع مع بعض ونتكلم. اولا مارك كلاتنبرج متابع كويس جدا كل اللي بيتقال، وعارف كويس قوي الضغوطات اللي بيحاول البعض يمارسها خلال الفتره الحاليه من اجل عوده نظريه الاحتواء اللي كانت موجوده في السنتين ثلاثه اللي فاتوا. وجمال علام لما يقول لمارك كلاتنبرج احنا معاك وبندعمك، اذا الموضوع منتهي، الراجل مستمر حتى نهايه تعاقده والموضوع قضي الامر فيه. ايه الخلافات اللي كانت موجوده قبل كده؟ ان الاتحاد كان بيحب يعين ناس يعاونوا الراجل في الفتره السابقه، كل شويه تتغير مناصب ومراكز الناس، يعني محمد فاروق، ايمن دجيش، تامر دري مسؤولين عن التعيينات مكان احمد ابو العيله. قيس فجاه لا، حط محمد فاروق وتامر دري في القسم الثاني والثالث وشيل ايمن دجيش من اللجنه. طب امبارح تم عرض عوده محمد فاروق من تاني لعضويه اللجنه مع تكليفه بمنصب نائب رئيس اللجنه، على اساس ان مارك كلاتنبرج لو سافر الفتره الجايه طبقا لارتباطاته والاتحاد عارف ده، يبقى في حد يقدر يشغل مكانه وهو مش موجود، والتنسيق معاه يتم عبر جلسات زوم واونلاين اللي بتتم دايما في لجنه الحكام خلال الفتره الاخيره. وبالتالي التعديلات اللي بتتم على اللجنه هي مش مشكله مارك كلاتنبرج، هي مشكله اتحاد الكوره، كل شويه يشيل ويحط، يرجع ويشيل ويظبط ويقيل يعني كل شويه تعديلات على اللجنه. كان كمان احمد ابو العيله كان مدير اللجنه قبل كده ومسؤول عن التعيينات، تم ابعاد احمد ابو العيله عن هذا المنصب وجه توفيق السيد. توفيق السيد كانت قال له انت هتبقى مدير اللجنه، بعد كده قال له لا انت هتبقى مسؤول عن التعيينات مع مارك كلاتنبرج. طيب امبارح، ودي بالنسبه لي غريبه وعليها مليون علامه استفهام، مين اللي بيرجع احمد ابو العيله من تاني عشان يعاون توفيق السيد في مساله التعيينات؟ ما انت كان عندك مشكله واستبعدت احمد ابو العيله، هل المشكلة اتحلت أو المشكلة حصل فيها حاجة فأنت رجعت أحمد أبو العيلة، ولا دي ضغوطات بتمارس على مجلس إدارة الاتحاد فبيحاول يعيد نفس الناس اللي كانت موجودة قبل كده أو اللي ممكن يكون في تواصل معاهم، فعشان يبقى وزن الكفة عندك كلاتنبرج وعندك الناس القديمة؟ ما احنا عايزين نفهم، وأنت شلت أبو العيلة وشلت محمد فاروق وتامر دري وأيمن دجيش، وامبارح عايز ترجع اتنين تلاتة منهم، واحد منهم بنائب رئيس لجنة، وتامر دور يرجع تاني لتقنيه الفي ار، واحمد ابو العيله يبقى مع توفيق السيد في التعيينات. طب ما توفيق السيد كان بيحط التعيينات لوحده، ايه اللي هيرجع احمد ابو العيله من تاني؟ ما الراجل موجود يا جماعه، ما تدوله كافه الصلاحيات. انتوا ليه دايما كل شويه بوجهات نظر وباراء؟ دي جزئيه.